بینەرانی بەڕێز ئەم کاتتان باش. ئازیزان من بە تایبەت لە سەرەتای قسەکانمدا حەزەکەم ڕووکەمە کوردستانی ڕۆژهەڵات یعنی کوردستانی ئێران و باسی وە بکەم ئەگەر ڕۆژی 25 سپتامبر ڕێفراندۆمێک لە کوردستانی باشووریا لە کوردستانی عێراقدا ڕوویدا ئێوە لە واخەدا توانیتان هەر ئەو ڕێفراندۆمە بە حزووری خۆتان لە شەقامەکان و لە جادەی شارەکاندا لە سنا مەهاباد مەریوان سەقز بانە پیرانشار وە شار و شارۆچکەکانی کوردستان بە جەمعیەتێکی زۆرەوە نیشان بدەن و لەبەر چاوی حەفەساوی هێزەکانی جمهوری ئیسلامیدا لە واقعدا ڕێفراندۆمی خۆتان ئەمەلەن بەدیوە بێنە. بەڵام وەختێ دەگەین 16 سپتامبر و بەداخۆ دەبینین بە تەوتەیەی حکوومەتەکانی ئێران و تورکیە و عێراق و بەتایبەت بە پێشەنگی سپای قودسی جمهوری ئیسلامی و هەشتی شەعبی بە هەموو هێزێکەوە بە تەواوی ئەو کەرەسانەوە کە ئەمریکا لە ئیختیاری حکوومەتی عێراقی نابوو بۆ شەر لەگەڵ داعشدا هێرشیان کردە سەر کوردستان و بەشەکانی کە جێگەی کێشەی هەرێم و حکوومەتی ناوەندی بوو گرتیانەوە و ئەو پەری جەنایەتیان بە تایبەت لە شاری تووس خورمادا نوان کە بووە هۆی ئەوەکو ماڵەکانیان ماڵی کوردەکانیان سوتان دوکانەکانیان تاڵان کردن و بە هەزاران کەس ئاوارە بوون دەزانم خەمێکی گەورە لەسەر دڵی هەمومان نیشت. بەڵام هەموو ئەوانەی کە ئێوە لە خۆتان نیشاندا نیشاندەری وریایی و نیشاندەری هاوخەباتی و نیشاندەری هاوچارەنووسی ئێوە بوو بە نسبەتی دانیشتوانی کوردستان بەبێ لە بەرچاوگرتنی ڕەگەز و مەزهەب و ئاین و خۆشبەختیە کە بۆ خەڵکی کوردستان و دانیشتوانی کوردستان داوای دەکەن. ئەمە یەکەمی شانۆیەک نەبوو کە ئێوە خۆقانتان. ئەگەر بیر خۆتانی بێننەوە دەقیقەن لە جەرەیانی شەری کۆبانیدا کە خەڵکی کۆبانی بەو پەریتوانایانەوە بە کەمترین سلاحی ممکنەوە کە لە دەستیاندا بوو لە بەرامبەر داعشدا ڕاوەستان کە ئەرتێکێکی منەزەم بوو بە تەیارکراو لە هەموو سلاحێک لەلایەن وڵاتە عەرەبیەکان لەلایەن تورکیە و لەلایەن سلاحێکەوە کە لە شارەکانی عێراقدا گرتبوویان و بەدەستیان هێنا بوو مقاومەتیان کرد و سۆز و هاوخەمی خەڵکی دنیایان بەرەو لای خۆیان ڕاکێشا ئێوە خۆشحاڵی و شادی خۆتان دەربڕی. لەو پەریشیەوە لە مەسەلەی حەملەکردنی داعش بۆ سەر منتەقەی بەشێکی زۆر لە مەسیحیەکان و کەسانێکی تر کە لەوێ بوون ئاوارە بوون بە ئەسیری گرتیانن و جەنایەتهایەکیان خەڵکان کە لە تاریخی بەشەریدا کەمیێنەیە ئێوە لە سفرەی ماڵە هەژارانەکەی خۆتان گلداوە لە دەمی خۆتان و ماڵ مناڵتان گلداوە و بۆ ئەوانتان بەڕێ کرد و هاوخەمی خۆتان دەربڕی. هەموو ئەمانە و زۆر حەماسەی تر ئێوە لە ئێراندا لە کوردستانی ئێراندا لە تولی ئەم چەندین ساڵەدا لە خۆتان نیشانداوە کە بەرچاوی حەفەساوی جمهوری ئیسلامی و لە واقعدا نەیە کە بە جمهوری ئیسلامی کە جمهوری ئیسلامی لە تولی 40 ساڵ حاکمیەتی خۆیدا نەیتوانیوە بەسەر ورەی خەباتکارانی خەڵکی کوردستاندا زاڵ بێت. بەرحاڵ مەسەلەی 16 ئۆکتۆبر کارەساتێکی ناخۆش بوو کە من ئیمڕۆ لەم بابەتەوە لەم بەرنامەیەدا لەگەڵتان دەدوێم و زۆر بەخۆشیەوە ئەگەر چی لە ماوەیەکی زۆر کورتا ئەمە دوو هەمین جارە کە من داوا لە هاوڕێی بەڕێز کاگی ئیبراهیمی عەلیزادە دەکەم کە لەم بەرنامەیەدا بەشداری بکا ئەمن زۆر زۆر سپاسی بەڕێزیانەکەم بەدەمەوە هاتن و لەم وتووێژەدا ئیمڕۆ بەشدارن. من کاک ئیبراهیم زۆر زۆر بەخێراتن دەکەم و سپاسە دەکەم. ئەگەر پرسیارەکانم مەترەحکەم حەزەکەم ئیشارەیەک بەوە بکەم کە ڕووداوەکانی ئەم دواییانەی هەرێمی کوردستان و پێشڕەویەکانی هەشتی شەعبی و سپای پاسداران و حکوومەتی عێراق بۆ سەر کوردستان دوای ڕێفراندۆمی 25 سپتامبر بوو. پرسیار ئەوەیە کە ئایا ئەو ڕووداوانە کە ڕوویاندا قابلی پێشبینی نەبوون
ئایا ئێمە وەکو کۆمەڵە و حیزبی کۆمونیستی ئێران پێشتر لەو بابەتەوە دوای چ پێش 25 سپتا و چ دوای 16 ئۆکتۆبر ئێمە هیچ ڕاهنماییەک یا هەڵسەنگاندنێکمان لەم بارەوە هەبوو یان نا و هەڵوێستی ئێمە لەو بابەتانەوە چی بوو؟ زۆر سپاس کاکە حەمەدیان دەستی ئەوەش خۆش بێ بۆ ئامادەکردنی ئەو بەرنامەیە و سڵاوم هەیە لە خزمەت بینەرانی تەلەڤیزۆنی کۆمەڵەدا. لە ڕاستیدا ئەگەر کەسێک دەگەڵ ئەدەبیاتی ئەمە ئاشنا بێ، ئەگەر کەسێک گوێیدا بێ بە بەرنامەکانی جۆراجۆری ئەمە لە تەلەڤیزۆن لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە هەموو ئەوانە ئەوەی بۆ ڕوشن دەبێتەوە کە لانی کەم بۆ ئێمە ئەم ڕووە بۆ زۆرێک لە ڕیزەکانی ئێمە ئەم ڕووداوانەی کە دوای 16 ئۆکتۆبر و لە ڕۆژی 16 ئۆکتۆبردا ڕوویاندا بە هیچ شێوەیەک لە شێوەکان غافلگیرکننده یا غیر قابل پێشبینی نەبوون. البته دوێنێ بەعزی چیان 100% قابل پێشبینی بوون، بەعزی چیان تەسەور دەکرا بەم جۆرە بێ یا بە جۆرێکی دیکە. بەڵام ئەوەی کە ئێستا لە بیرۆڕای گشتیدا وا بە نەزەر دەگا کە گۆیا ڕووداوی چاوەڕوان نەکرا و ڕوویداوە بەشی زۆری هەڵدەگەڕێتەوە بۆ لەلایەکەوە بە دەرەجەیەک پنهانکاری لە بەڕێوەبەرانی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان کە ڕاستیەکانیان لە کاتی خۆیدا و بە شەفافی بۆ خەڵک ڕوونەدەکردەوە و لاشکێشەوە میدیای هەرێمی کوردستان بەتایبەتی دەوری هەبوو لەوەی کە جۆرێک لە خۆشبینی و جۆرێک لە خۆشباوەری ڕەواز بدا کە ئەمانە دەوریان هەبوو لەوەی کە لە واقعدا جەماوەری خەڵک ئەحساسی شۆکێک بکەن لەوبارەوە. بۆ نمونە زۆر وازح بوو کە وەختی ئەو هەموو کۆبوونەوانە دەکرێت لە بینی سەرانی دەوڵەتانی ئێران و تورکیە و عێراقدا و ئەو هەموو پرسوڕاوێژە و تەنانەت دەوڵەتی سووریەش هات بۆ سەرخەڵ. دەوڵەت سووریە کە چەندارسکەم دەوڵەتی بەشار ئەسەد هات بۆ سەرخەڵ، ئەمانە هەمووی نیشانەی ئەو بوو کە پیدانی لە گۆڕدایە، ئەوانە هەموو نیشانەی ئەو بوو کە هەماهەنگی هەیە و ئەو هەماهەنگیانە لەسەر مەبنایەکی واقعیە، مەبنای واقعیەکەش عیبارەت بوو لەوە کە کلەن ئەم دەوڵەتانە بە هیچ دەرەجێک لە ئازادی، بە هیچ دەرەجێک لە مافی دیاریکردنی چارەنووس، بە هیچ دەرەجێک لە دیموکراسی لە وڵاتەکانی خۆیان و لە دەوروبەری خۆیان خۆشحاڵ نین و هەرچی بۆیان بکرێت چەند دەخەنە سەر ڕێگا کۆسم دروست دەکەن و بەتایبەتیش لە ئەوانیان دەویست هەرێمی کوردستان ببێتە جێگایەکە هیوا و هومێدێک احیانەن بدا بە بۆ مافی دیاریکردنی چارەنووس بدا بە خەڵکی کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستان. ئەمانە هەموویان زۆر وازح بوون، بە تەجربە نیشان درابوو ساڵ بە خوێنی خەڵک، بە خوێنی زماوەری خەڵک تاقی کرابووە. لەبەرەوە نەدەبوایە هیچ گومانێک لەوە دابێ کە ئەمانە دادەنیشن و پیلانی هاوبەش دادەڕێژ. ئەمە وازح بوو. بزگە لە پێشبینی ئەوە پێشبینی دەکرا کە هێزی پێشمەرگە ئامادەی ممکنە هەبێ بۆ شەڕێکی پارتیزانی درێژماوە، بەڵام لە شەڕێکی جەبهەییدا، لە جەبهەیەکی دوورودرێژدا ئیحتیاجی بە چەک و تفاقی تایبەت هەیە، ئیحتیاجی بە سلاحی سەنگین هەیە، ئیحتیاجی بە پشتیوانی هەوایی هەیە، ئیحتیاجی بە زۆر کەرەسەی دیکە هەیە کە خۆب ئەوانە لە توانایدا نەبوو و جۆرێکی دیکە لە مقاومەت احیانەن دەبوایە شکل پێ بدرێ و خۆی بۆ ئامادە بکرێت تا ئەو ئیتمینانە حاصل بێ کە گۆیا دەکرێت مقاومەت بکەین و دەکرێت هێرشی دەوڵەتی مەرکەزی تێک بشکێنین. بزگە لەوانە بە بڕای من توانایەکانی خودی دەوڵەتی عێراقیش نادیدە بگیرێت. دەوڵەتی عێراق ئیمکاناتێکی لە ماوەدا پێکەوە نابوو تایبەت بە بۆنەی تەیارکردنی حەشی شەعبییەوە بە سلاحی ئەمریکایی و ئەو سەرکەوتنانەی دوایی کە لە شەڕ لەگەڵ داعش بەدەستی هێنا بوو ڕوحیەی پێدا بوو، ئامادەی پێدا بوو و وازح بوو کە هێرشێکی ئەوە لە ڕێدایە و ئەوە پیلانێک نییە کە دەوڵەتی عێراق بە ئاسانی سەرفی نەزەری لە بکا و چێ بە شوێنیدا. بێزگە لەوانە تەسەوری ئەوەشمان دەزانی کە ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەژین، ڕۆژهەڵاتی ناوچەیەکە دەوڵەتانی و سیستم و دەسەڵاتی بە تەواوی دەگەڵ دیموکراسی بێگانەن، بە تەواوی لە کردەوەی ڕۆژانەی خۆیاندا
همو مافی چی سرتایی جماوری خلقی خواهم پیشل دکن لوحا ناوچه یک دا پیدا گرتن و پیشبستن بر رفراندوم که دیارده چی دموکراتیک او رویی و پیشکوتوه با دربرین رأی آزادانی خلق اما واضح بو که اوان ددان با دانانین و او تصوره که گویا او تصوره که گویا لنتیجه آکام رفراندوم زمینه ده خلقه بو اوی که اوان دبن با هاو دراوسه چی باش بو من تصوره چی واقع بینانه نبو یعنی بدل ساو گرتنی تجربه خود عراق هوا اما نه هموی دستی داوت دستی که به ایمه دلیه که نخیر امر و داوانه پیش قابل پیش بینی بود و دکرا تدارکی باشتری شان با بیندره بلا مسئلکه دیگره تو سر او که چر روانگه اک من هیا با مسئله سربخوی کردستان چر روانگه اک من هیا با مسئله امرازکانی دا بین بونی او سربخویی و چه مثلا چون چه رگا چاره و چه نقش رگا یک دتوانی داب رژین با اوی که او آوات و آرزوی خلقی حریم کردستان خلقی کردستان عراق اما بدی بید اگینا ببروه من امانا زوریان قابل پیشبینی بود ممکنه البته بعضشت هیا که ده تصور ده بو آسانیه نده گنجا اویش او که هیزی پیشمرگه نتوانه تناند با ماهاش کردیش با ماهای چند روژه کهیش مقاومت بکه ممکن با مقاومته البته دوری المحاسبات که بگوره حتی اگر شکانیشی بدوه و دابوه بلان در هر حال اما اشتیک نبو که اوش محاسبه چی دور وردی نظامی و میدانی دویست سر رای اوانه ببرویم اشتیک قابلی پیش بینی بو انتا ایسا خوشبختان روی نداوه منتا اوکو خطری هر دبی استاش و بخیر برچاو اویش خطری حلگیسانی شری بینی فکات نتوی و آینی کان لبتایبل لکرکوکو لدورو بری او جنایتانی که لتوس خرماتو خلقان اما کون رقی دهان دراوی او دور فکاتانه بو لدجی کردکان و دلنیام که اگر بارو دوخ دورش که بایه ممکن بود تولو سنده باشی بدوها بایه لبرا و مسئله که اوه که دبوایه و دبه لو بولاش او درسی که بدوها روشش اگر دمانه به هیزی خلق به هیزی زمهاوری خلق آوات و آرزوی چی دیرین یان دابین بیت خود به ام خلکا لوردکاری کانی همو او نقش رگایی که دار اجراو ولا دورو نقشی که خویان دبه با عدی بگرن دبه لهمو اوانه اگادار من هر نوع شارنوی راستی کان هر نوع چواشکاری راستی کان او نتیجه که هر او دبه که دوائی او خلق هزدکا بوکا غدری لکراو خلق هزدکا بوکا غافل جیر کراو خلق حزب به هوایی دکا و دبی استاو بیر لو بکرته و کچون لم روداوانه و کو درس و کو تجربه کل گرب جیره بو دوپاد نبودوان بو داهاتو کاکس ابراهیم من حزکم اشاره بم مسئله بکی چون زور کس پی انوایا که ام هیرشی ایران و ترکیه و حکومت عراق و حشد شعبی بو سر کردستان آکامی او رفراندوم بو که لبیستو پینجی سپتامبر درکره آیا ام رفراندوم تأثیری هبول سر او آیا رفراندوم که عاملی او بو که حمله بکره تسر کردستان بو چشنه؟ ببروای من او حمله درنگ یازو دکره رفراندوم خستیه بروه رفراندوم کاری چی وای کرد که حریمی کردستان توشی بربرکانی و شرعی چی زود رس بو درنگ یازو دولت عراق او کاری دکر و بیگومان دولت عراق بردوام خریق بو خوی تهار دکر بو اوی که دوائی دا حمله داعش بکر کوکو بو شدانا دوائی او کو امری واقع بسری دا صفا بو او حل گرنه تو بو دعا او شکیت درانیه او تنانه نجد شرده و دشان کد اما فقط پیوندی همو بو که
كي أمادي كي أو أمادية دول العراق ده موجود ده وزمان ومكان الشركة شون تعين دكا وقت الرفرندوم كرا أمان حسن قاندينيان أو أبو بلر بشاو قرتني هل نسي أمريكا كبير بنيان دكر شون بي بدرزي أمادي دولتاني تركيا وإيران بوهاو كاري كردني خوايان بناسيني خال اللاوازة كاني هريمي كردستان بهمو أوانا أوان زماني أو شريان خستبروا دنا خان آخا ببرو امر دار رفراندوم مربوط نه بلهم تاوزی که بر رفراندوم مربوطه حقیقتی اوه که سند راستی هیا که دوی او بکره تبرچای خلق بوی خلق احساس نکه او دنگی که خستوی تناو صندوق کان بمنوع کاری چی ناروای کردو یا زمینه خلقاندو با کاری چی خراب دنجی خلق دنجی چی حق طلبانه بو خلق بو درکو تیگیشنی خویان که هیان بولا لهاو سنجي هيز وهلوها باتكابة نيازي كهيانبو عرضوهاي كهيانبو چون دنجيان داوا ببرواي من دنجيش حق خوزانبو دنجيش روابو وإما هلا سرتاشوا بشتواني اوبون يعني بيمان وابو كا دالبريني دنجي عزاداني خلق بو اوي كما في ديارك نخوان سارلوس ديارك كان او يشيك لا ارزو كان ديرينا يعني كبم شويا رجاي بخرج كان بو براورد بوني حتى من لو باورد امك بيستي برفراندوم ايش نبو اگر بارودوخ لبار بو على لحاظ سياسي ولا لحاظ نظامي ولا لحاظ حكوميه ولا لحاظ توازن قواي بين المللية و اگر اوانه مناسب بوايا دبوا ببي رفراندوم ايش اعلان استقلال كردستان حقانيتي خوي هبو او حقانيته يعني او روايه لتاريخ كرد هريم كردستان ورنجيله هريم كردستان هيز واخد لقل دوله العراق نبو بهيكو النل كان بشويكي ديالكتيكي وبتو هيز واخد اوان نبو بدولتك هل لو رجوا كدوله العراق تشكيل بوا لكردستان مقاومه بوا واواتي سربخوي بوا خيني بودراوا قرباني بودراوا آواري ودربدري بوششراوا أنفال وشمياباراني بسر داعتوا همو أواني بوسر بخوي بوا لبروا قريداني مسألة سر بخوي بالرفراندوم أبيش هالوكو باسم كر لما انتقير رشلاتي ناوراز كأم دولتانا ودى صلاة داران هيج أرزشك بو دنجي خلق بو ديمقراسي ووري أزادنا قائلين أما لوقت نابي خدي رفراندوم هنده إدعاليزة بكري رفراندوم أبزاريك أمبت باشا بشتك آكا مكاني برسميات مناسبة بشتك طرف مقابل حاضر بي جوبيستي بي تناند كومالغايني ودولتيش يعني دولتكاني دنيا حاضر نبو نازري بين الملي بن يرنبو شاو ديري كردني رفراندومكا يعني أوانيش دولتاني أوروبائي وأمريكا وحمو أوانا دولتاني فشكوتي سلمها داري لو أخذها وين حلسو كود كيركاقويا خلشي كرد باللايقي ونازانا للديمقراسي ولا أزادي در بريني رايخو يكالوغر بغريا لبرا وقتك من باسي ودكام كاد دبوايا حمو جيلو قرفتكاني كبشوين رفراندوم راد ديانا سركار همو اوانا دبوا حفظ سنگين دره و آماده يشي وافق بيه كزمان و مكاني او برو روبونا و دقل دولة عراق اما للايان خلق كل دولان هريم كردستان و دياري بكره بمعنى اوانيا كروابوني خودي رفراندوم و روابوني وستي آسر بخوي كردستان بشتجر پرسياره بلان حظا كم لانا اما جبه يك خالي قريب كم كبيواندي هيا با حلسوك روشي إما لبر خلبو مسألة إما أمقصانيك إصاديك مشابه أوانوان إما لكونغريك دو سيما فيرج رفراندوم لهاوين دا جيرا لكونغريك دا همو باسكر وبلاوش بوتو همو لي أقادار بلان أو وقتي اللي إما عند برسيك آيا روجي فلان بو رفراندوم كاتيك مناسبة يعنا إما دما كنت أما أرشي كسانيكا كخويان دتوانين ود بيويستا مسؤوليتي تاكتيكي كرتاوي دكان بعودي بقرن بساكي يا بخرافي بشكس يا بسركوتني بو هيزي شوكو إما كأمرازي بيويست بو بريو بردني وتاكتيكا معني أمرازي بيويست بو خنساك نوي
كامكان يا مانيه بو هيك ايما وناغنجه كايما واور وبشين ناور دكاري قضيه كوا كبلين روجي فلانيش او روجيك هو ميدان لو اخذ ميداني برو برو خوت عندقل دجمنان تاع عندقل بيدان كاني اقليمي منطقي وعلى دياريبك بو ايما لسر او مساله بدرس بيدنك بوين كتر روجيك غونزاو و لكولر و كي سياسي بو تحليل قريك بو جورناليستيك او انا ممكنه بو تنكاني خويد خاطرو ديكاتا امراضي برشاوروني بلا مو حزب كي سياسي كمسؤول برام بربا كاري كديكا و برام بربا قصي كديكا و دبي برام بربا عوارزكي جواب دروا به بو ايما او كاري شي ممكن نبو هل بو ايما لقل وجداك لقل سرتاي ريفراندوم ودياري كردي ما في دياري كردي دياري كردي شار نوسي خلقي يعني كردستان موافق بوي لقال وجدا استقلال كردستان ما في ضروري بو وفي ما وابو كدرن يازو ده بي او جيب جيب كري بلان بو او روجي دياري كراوا و هلوست ما نبو هلوست كي دياري كراوا ما نبو و بدرسش او روشة ما نساو كرد در هر حال دم هبه او بلان كبه برواي من دولتي العراق ما لنا وروكي ديكتاتوري ومذهبي ودواكوتوانا وسركودغر وهمو اواني اول رساو دكري واول رساو دكرا ك هيرش كات سركودستان ببي رفراندوم يا برفراندوم شوا بويا تاكيد كردل لسن او قسيا بو ضروريه تا او جماوري خلقيكا شون دفاع يعني كدو لحق خويان والدنج خويان خستوتنا وصندوق كان دندان احساسي الرنز بخساري يا احساسي هلو اشتباه نكن اگر هليك بو اگر كم ترخميك بو اگر ليك دانا ويشي نا دقيق بو لسر جرغرتا كاني دوا لسر عاكا مكاني اوي تل ايشي خلق نيه دماوري خلق اوي كل سرشاني بو اوي كداواي لكرابو لو قنا غدا بريوي بر ومن كان وايا دنجي بلي حقانيتي بو نك دنجي نخير لو رفرندوم هذا كاي بريم حدا كم اشاره بم مساله كي تشم لسرتاي بس كيا يعني لبيشي كي من اشاره كم بوكر ك سپای پاسداران یا سپای قدس بر خاکی جمهوری اسلامی نقشی ها بولم حمله جمهوری اسلامی لم مسئله ای و چون حال دستن گیند پیش آو بولم که دبی او بسل بینیم که اما پیلانه چی هاو بشی اقلیمی بو یعنی دولتی پیلانی که موسی دولتی عراق و ایران و ترکیه لسری ریکو تبون و بدرجة تشاوكوشي وخمساردي أمريكا شان لا مسوغر بو أو يعني أو أصلي مسألة كيا كأو أصلي مسألة ما قبول كيل أو جاردين السر وكبزاين هر كام لو دولتانا شد دوري شان أبو لو قضية دا طبعا لو ناودا وكل دالان بيش كشير بر جمهوري إسلامي دا كبير جمهوري إسلامي بدليل أويكا أولا نفوذي هي بسر دولة العراق دا و قصي اللي هذا بيسن ثانيا للسازماندان وريخسني حش شعبي دا دستي هبو مستقيما دستي هبو ثالثا بردوان فرماندهان ومستشاران نظامي جمهوري الإسلامي هاتو شوي كردستان هاتو شوي عراق دا كان ومشاورة دان ونقشة دا درجة وبشي خوشان تجربيا هي ولا قواسناوي تجربيا بو دولت عراق هیچ کوتایان نکردو مستشار نظامی دنیرن کارناز دنیرن همو امکاناتی خوان دخن خدمت یعنی لو ناودا لبین او سه دولت دا دولت جمهوری اسلامی لامکاناتی که تایبتی بهرمنده بو دستی وردان لکاروباری هرم کردستان عراق و هرمش بلان به تایبتی لموردی هرم دا لرای او سالانا بداخوا امراضی که تازه شی پیدا کرد بود اویش توانایی تفرق اندازی و دوباره کنانو لناو خودی حریم کردستانیشی دست کوت بود کارگیشت و جگایی که ایتر او توانایی دقواست و بناو خودی حزب کانیش اما ظرفیت های که تایبتی داو با جمهوری اسلامی لو دا هیچ گمان نیا و لو دا گمان نیا که جمهوری اسلامی نقشی یکمی بود لا دا صفان دنی او شکسته بسر حریم کردستان
ولا بشتواني كذن لا تشرع بلان دم إيه فقط أو أو يا دعوريب كم كا أما نابي توشي أو توشي أو جمعنا ما كا كجو يا خدي دولة عراقيش أو تواني أو ينبوكا أو كارساتا بخون خيرية بسي لبرسي لبر أو كا دولة العراق أمراضي شركة جبهي اللي اختار دابو ونياج بو لويك أمريكا دولة أمريكا بيشغيري لناكا لوش خاطر جنب بو وهرمي كردستان أمراضي كزور محدودي نظامي اللي اختار دابو أو إيكا دم يبلم أو إيكا لهرمي كردستان في دكتريش كستي نظامي لواقع دا أو قصي واقعية كهو سنجيشي نابرابر بو بيشمرقا عذاب و پیشمرگه به تجربه و به تجربه طول دورانی سال سندهی را بردوده خب گلک رو داوی گرینجی خود خانده لو دا تردید نیه بلام او با شر چی پارتیزانی بلام با درست کردنی جبهه که شر به درجای چند صد کیلومتر لبرابر هیز یک دا که تیار که اگر پیویس بوای لکاتی خوی دا لوانه بو تیار جنجکانی شهر فرینه او مقاومت دا خاناخا مقاومتی محدود دا بو بلام دیتوانی مقاومتی محدود بلام سر برزانه بيه مثلا اما دون من من هي لو نوع مقاومتنا ك كاردانوي سياسي غوري هبو يشان مقاومتي شارس نمو مقاومتي بسوالري شارس نه دروس لو شو دروي دا كون اما امرازي بروبونوي شريك جبهي من دغل رجيم الجمهوري الاسلامي لدستانه بو وبو تاغو توفو ام كار سيدنجي كوان تيارون ام تيار نمو دمانزانی و دمانزانی خاناخا پاشکشه لرده بلان دمانویز ام پاشکشه حاصلی لنتیجه مقاومت اگده که خلق وره برنده خلق آمادهی با مقاومتی دوائی تدا بی لواقع دا پاشکشه اگده با بازه چی گورتر لدو روش دا و هر وها او آماده او مقاومت تا او جگای مجاز بو که جماوری خلشی دگل بی تا او جگای مجاز بو که جماوری خلق تلفات و آسیب غیر ضروری و زیادی نبینه دیوان من همون یک دعوه وقت پاشکش من کرد لشاریست پاشکش من کرد هوینی مقاومتی که چند سال من دانه و نمونه دوامی نمونه کوبانیه لکوبانیش تا 21 روش زیادریش هیچ کمجه چی هوایی یا پشتیوانی چیز لوجستیکی یا هیچ نوعی چی جدی للاین امریکا او پیمانان و یا هیچ کسی دیگه او بخلچ کوبانی نکره خو معلوم بو اگر او نکره او مقاومت نتا نا محدود بی بلان هر او 21 روشی مقاومت وای کرد که دنیا افکار عمومی بیرو رای گشتی ها تسرخد بیرو رای گشتی ها اندرا بوی که پشتیوانی بکن لخلچ کوبانی و بیرو رای گشتی دولتانی ها پیمایی ناسار کرد که او کم ترخمی و او چاپوشی که لپیش روی داعش لکوبانی هانه او تر ادامه نده دم هی او بلم کوایا اما جاری دم هی بلم جاری واهایا عاملی خارجی واها عمده دکریتوا که او چشمه درونی کان که لواقع دا نقط ضعف اساسی کان لبیل ببیندریتوا او نبیندریت ببروای من اگر تدارک کافی دراب دیترابا با او مقاومتا لهم العازی کواد سیاسی نظامی اجتماعی دیپلوماسی هموشتید تدارک کافی درابایا جمهوری اسلامی او قدر قدرت نیه که بتوانه اراده خوی با همو خلچی منطقه لهموشنک تحمیل که او واقعیتی لسوریش دور یک لزیاده نمایی و گوره کردنوی نقد دور جمهوری اسلامی نشان داده دولتی بشار اسد ببی کمجی روسیه نیده تو این سر پی بمینه توا او غیر واقعیه که گویا جمهوری اسلامی ما پای اصلی پای اصلی رژیم بشار اسد بود و دزانو خو نقشی بو کس نتونه نقشی جمهوری اسلامی پاسدارانی پارزگاری بو حرم کدی نردو و هر عنوانی داستانه که این دخواهی نو نه حماس خو خیب و نکاری که زود و هم یا کردو نبقدر داعشش خو کجو اوانه هم بو
بلام پشتیوانی هوای روسیه پشتیوانی لوجستیکی روسیه با موشک به تیار به همو امکاناتیک به پشتیوانی مالی به سنور هر واقع خونسا کرنوی به درجه یک دخالت کنی توچیه همو اوان کاری چوای کرد بس نیر رگای داعش بو ایک دستی به سرچاوی مالی دارای دار ابگا اوان هموی ورده ورده کاری چوای کرد که حوصنجی هز دوی گورا خب جمهوری اسلامی نقشه چی بود جمهوری اسلامی نه لعرا نه لكرد نه لسوريا نه تنانه ليمن لهيچ او فعال ما يشاء النيه كبارلواني لدرز ذكري او 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 حقيقته كالعين هذا حقيقتك زور مهمه دبل بقره تم بيجي تم رسائل جماهيري خل كردستان ايران لايران بقشتي چونکه جمهوری اسلامی لو تبلیغاته کلک ورده گره بو اوی که اراده خوی بسر خلچ ایران دا بسر خلچ کردستان لیران دا بسپینه نشانی بدا که هرچیک او بیه و دبه هرچیک او نهویز نابه او واقعینی او تسلیم بونه به تبلیغاته که جمهوری اسلامی دیکه تنیا قضیه که اوی اگینا کس ناتوانه منکری او بیه که جمهوری اسلامی دوری مهمی بوا لو پیش رو یعنی که دولت عراق بوی ولو تفرق انداز یعنی که کردی و او دوره استشهر بردوام که گرهیم ایم باسی او من کرد که یا لقصکان اشتا آماجد من مسئله کرد که ایم دزانین حشت شعبی لواقع داد دست پرورده جمهوری اسلامی یعنی للاین جمهوری اسلامی و بالاخره دامت راوا و للاین امریکاش و به همو چکیک ایم دیمان لشری دش بداعش دا اوان تیار کرد و اما ببر چاوی امریکا و امکاران کرد آیا او وضعی که الان هاتو تپیشوا و بمعنی اوی که حشت شعبی که دستی بالای الان پیار کرد لگل جمهوری اسلامی بمعنی اوی که امریکا لم ناودا به ایرانی دوراندوا و بالاخره مجبور بوا یا ایران سرکوتنی به دست ناوا ولی لایی که تری شوا هلویستی امریکا و چاپوشو کردنی لپرسندنی حشت شعبی چون ده توانه انسان توضیح بده؟ توضیح همه چونه؟ نه دوراندنی امریکا که او دوری او بازده کن و نه سرکوتنی جمهوری اسلامی هیچ کامیان و نه سرکوتنی امریکا و دوراندنی جمهوری اسلامی هیچ کامیان خوی لخوی ده بو ایمه مای دلخوشی نیه يعني اما لسريت كامل وانا حسابي كي وانا كي بو دارشتني ايندي سياسي او ناوسي بلا بوكو لك لانا ويك سياسي واقعيتي كذا بخير برشاو ابيش اويك ام دولتي امريكا العراق تلفاتك زوري دا لدوري اول دا لوقت ذاك زيادة ل 100,000 100,000 سبايلي بو 4,000 نفر جنازه برده بو امریکا زیاده ل 50,000 نفر برنده و پکوته جنگی برده و میلیارد ها دلار پولی خرج کرد اما اتر بو افکار عمومی امریکا لو زیاتر قابل تحمل نبود استراتژی امریکا لو دوره دا گورا به تایبت وقتی اتر حشت شعبی بو و مسئله کی جدی وقتی حشت شعبی شاری موس نشی جلد و بشی زوری خاش عراق شنال جر کنترل خوی رومادیو فلوزو زور نشون کانی دیکا وقتی آوانی همو گرد اتر و پاشان پروپولی هاویش بوشون کانی دیکا و پاشان ابعادی کاری تروریستی خوی لولاتانی اروپایی و لامریکا پرپیدا اتر حشت شعبی بو و داعش بو و مسئله کی جدی بو امریکا و امریکا دبوایا بربرکانی کی جدی دگلو مسئله بکا دور رگاه بو یا خوی مستقیمن هزی پیاده دناردو وارد شری دکل که تلفات کی به مراتب زور تر دبو لوی که لدوری پیشو دابو یا اوی دکل یا او شرای به نیابتی و گزار دکل و کسانی که دکل محل دا او استراتیجی تازی امریکا او بو که لزیاتی اوی که خوی مستقیمن لشردابه لواقع به پیاده نظام لشردابه به هزی زمینی لشردابه لعراق ولا سوریا سازماندر و رخر و هاندری جوری لشر نیابتی به جا او شر نیابتی مثلا جوری چی اوکوی لروجاوی کردستان کرا حقانیتی کتی دایا چونکه دستکوتی چی بو خلچ کرتی دا بو لکردستان لحریم کردستان حقانیتی کتی دا بو چونکه بالاخره منطقه چی دفاراس لحیزشی
وحشي جنايات كا ولي در هالحال مقصود ما هيك امريكا زور اغاهانه و في بلان عندي زاني تنيا بهزي پیشمرگي كردستان موس رزگار نابي هشت شعبي لهولي لا لا فلوجو لا رماديه ولو انا هشت شعبي نابو من بلدهم وهل هذا كم لبروزور وقيك دسن داعش لا لا فلوجو للرماديه ولبوصل بهذه فيش مرقه ودر ناندري او احتياجي بهذه شي محلي بو كو كاريبوكا وهذه محلي او هذا محلي صفاي عراق نبو صفاي عراق امتحاني خوي دابو ولا زي شي ديكا بتعمل لموصل وش لا للرماديه ولا شلون كان كاش امتحاني خوي دابو بيتو انا تبو خودي امريكا كان كتجربه سازماندان صفاي عراق كان بو لو تجربه داش كسي اخوار بو يعني نه انتواني بود سپاهي چي اوه كارامة بار بيانن كبتواني لروجش اوه دا شري او شريك خواهن كيسيانا بيك فيب كان دي كوايا لزرفية محلية كان هولان دا كالوار بقرد حشي عشائريان لفجا دروس كرد هولان دا بود دواي اوه وقتك سيستاني برياري مقاومتي دا بران بربدا عشو فتواي تشكيلي او هزيدا امريكا بفجوازي وچو بهمو تواناوا تياري كرد چونك اگه تياري نكرد بايا او مخاومتي پيرا دكلا او امریکا پيوستي بو بوك لشري دو جداعشتا لعراق فعلا سر كبه پيوستي بو لشري دو جداعشتا لسوريا سر كبه كوايا ده بطرفا كاني خوي تيار كا اتفاقا او جوري كا حشت شعبي تيار كرد زور كم تري دابا هذا كان الرجاوة زور لبدا سقنجاو تربو او بدل اللي ملاحظه ورعات كدني دولتي تركيا بلام ليرة لهريم كردس لا لا العراق أو ملاحظة شيء نبو وأو هي زي بتوع معناه تارك الكوايا تائرة تائرة كحساب يبوكي تائرة نخير أمريكا أمريكا تواني وتي جاني سر بعضان يخوي فارزة أمريكا تواني وتي للشر يدري داعش لا سركو سركو تني كدي يعني كراو بدز بيني وإسا فقد دخلوا مسألة برو دخل حشي شعبي سدكا تكو تقمن تكو سلاحي كيف يدعوا كان الروج المهمة تقيم وانا نريها ميان لكار دكول قطع عادي إذا كان وانا نريها ميان لكار دكول يعني أو إنجا أمراضي كي زختي بهذه سياسية هي بسر دولة مركزية العراق ونتواني هم وانا بكاتة وسيلية بو محدود كنوي دستي حاج شعبي ودار هالحال محدود كرنوي دستي الشحات الشعبي ولا نتيجة دا محدود كرنوي دستي كوماري إسلامي إيران بوي آسان تربو لقبول دا السلطة داعش للعراق ولا ظالموني بس بشكل زول العراق دا كدوائي بوشونا كاين ديكي الدنياش بالبايوجي بويا أو تصورك قويا أو جمهوري إسلامي ظالمو دولتي امريكا لو تشتا دور عندي اما تصوري شيء واقعي نيه ليش نشاني ددا عندي نشاني ددا كامريكا 3000 مليار دولار بول او هم جاء خساره تجاري لو ندا وك لم توازن قواي نابرا برجعك هيا تسليم الجمهور الاسلامي له اما تمشى كان لا افغانستان هالوابو لا افغانستان وابا نظر دقيق كجمهور اسلامي بدل النفوذ من ائتلاف الشمال ولا لناو هزاري كان الشيعو لهم اوان ذا ويا مثلا قصي اخر افغانستان ايران ديكا كتشيوا نبو تمشى ما كر نهايه دولتك لو شكل في ذا كدولتك شي برو امريكيه نزيك لامريكا بويا لقل أودا لو باوردا لقل أودا كدبيت وانا كان الجمهور الإسلامي لبرتاو بجيلي بو ويكر رقابو قل ساكرنا ويان لبرتاو بجيلي فهم في وايا أقير كسانيك لهريمي كردستان فيان وابي إصلا ببوني هو تشن صد كيلومتر مرزي هاو بشان سوري هاو بشان هيا دقل جمهور الإسلامي أقير فيان وابي قويا وبال لا جمهور الإسلامي ودي بهالت شو جهتي باين خراب تشكي زاوة أو أنا كتسليمي في لاني جمهور الإسلامي ده بن فقط كردبين كردبين البته من نعلم كو تسليم أمريكا جبون أبيش خطر شيء دي كهيا لزي شيء دي كوا بلام لاني كم لو محاصر إذا كان استعدكري كقويا استعوى هو جمهور الإسلامي كتناند بسر
امر قدرتی شو خو امریکاج لا عراق زالبو او تسویله تسویله که جمهوری اسلامی دی هوی بو ترساندن تو قاندن خلک ایران بو ترساندن تو قاندن خلک منطقه و ناب میدان په بدر کاک بیایم کو آخرین پرسیاری ام بشی اولی مصاحبه من هذا کم ام پرسیارش اللي بكم که جوابم دیتوا زور یک لحزب سیاسی کن چه اوانی کل ده صلات دان و چه اوانی که اپوزیسیون بون لکردستانی باشور ده لگل وجدا که دیان بینی امریکا مخالفت ده که لگل بری و بردنی رفراندوم لو تاریخ ده بلام اشتا پیان وابو که امریکا اجازه نده کسپای عراق و حشت شعبی هیرش کنه سر کردستان من سؤال کم وی که اول یک دانوی اوان لسر چه به نمایک بو بو چی دولت امریکا نهاد بهانه اینا و حتی وطی شی وطی ایم بیلا اینا بین لم مسئله اما مسئله ای که نو خویی خویی اینا ببروه من بنمای اصلی او لیک دانوی بریتیه لبیباوری به هزی زماوت لبیباوری به هزی خلق يعني لا لا لوي كجويا ك ك أو نال نازن يعني ناتو عن أو حاليبا كميجو جماور ليخو خير ميجو لسر حركتي جماوري بناكراو ومبارزي سياسي ومبارزي طبقاتي لنا وناخي أو كمال جاياني كمال جاي بشري دايكا بيشرفت وتكامل وبروفيشون وقران كاري كان تأستاي خو خاندو أوان وقت باور يعني بهذي جماورنيا یا بلین باوری هم به هزی جماور زور لعوازه یا لهزی جماور فقط بو امراز بو دوره که دیاری کراو بو کاری که دیاری کراو لپینای منفعتی خواه انده ممکنه کلور بگرن اما انا دویت خواه او که دائما چاویان لدره و بی دائما چاویان لفریاد رسی گوی که لدره و رادیتا هانای نو و پی انوایا که دنیا تحولات الدنيا لسر أساسي تسويمات ومقرياركاني زلهيزكان دجيري وسير أويا كأمانيك أوليك دعنا وعن هي تجربة ميجو يعني لبرتاونية يعني تواوي تاريخي ملتان تاريخي خلقي كريكار وزحمة شيش لو دوري أخير ذا لدوران هاي في شو داهم أو ما في دليكا وقتك هذه جماعة وركوت وتكار أم نوع تحركاته أم نوع دخالت لنا فرعبوا نوع لحاشية ذا قرار يانقرتوه وأقر يارمتي دريج بوبن يارمتي دريج لا وشيبون أو فيتنام أو هندوستان أو تشين أو همو أفريق بشي زوري أفريقا أو بشي الأمريكاي لاتين همو دنيا تجربة همو دنيا أو ما في ذلك بلان بداخوا سياسة مداراني ناسيوناليست لكردستان لسر أساسي حزو آرزوی خویان سیاست دکن لسر اساس آوه بسلاح پیخوشمون و حزی خویان سیاست دیاری دکن و تاکتیک دیاری دکن و تصور و گمان دکن با او مثلا اوی که امریکا مثلا اوی که امریکا بشون دموکراسی اونیه لرشوات ناوراز او هیچ عقل چی کلی نایم اوی که او بزانی اوی که امریکا بر جواندی خوی هیا و او بر جواندی دکل بر جواندی خلچی کرد خلچی استملک رای کرد نایتا و اوش هر دور حقیقت اقتصادی ها دبه لیکی بدن و بلام به هر حال دمه بلام که اساسی مسئله که دگر سره و که اوان پیان وابو که مادام دولت امریکا لبرابر امری واقع دا قراری گرد يعني ما دام بإصلاح أوام إعلامي سربخوي ينكر يا رفراندوم ينكر بهر حال بي أن بروسيك بو سربخوي يا بو هرشي أمريكا وقت اللي برابر أمري واقع دا قراري قر تسليم دبي دي أما اشتباه هلا كش لو دايا كدولة أمريكا بهي جوري اللي جوري كان لم قنا غدا رازي نيا ولا برجواندي دا نيا كا عراق پارچه پارچه بید با چی؟ چونکه عراق پارچه پارچه بید پارچه که چکاله دولتی که شیعه ده بید که ام پارچه چکاله لقمه که زور آسانه با جمهوری اسلامی و قدانی و با کردنی به بشکل سیاست و استراتیجی خوی لمنطقه همون کاری که تونه لگل بکه بلا هم اگر عراقی که لنظر امریکا و یک گرتوی به حیث هبه که لسر اساسی
به هر حال سر اساسی که نیک مذهبی شی او مذهبی و سر اساسی که دیگه و دوباره بنی هند رابطه و سر اساسی دولتی که غیر مذهبی بنی هند رابطه و سر اساسی حتی ناسیونالیزم عرب که سنی و شیعه وکو عرب دتوانه لگ نزیکات و سر اساسی او بنا کرابطه و با آسان تر دتوانه لبرابر جمهور اسلامی دا انگیزه مقاومتی دا بوجود بید و ومقاومت دكا برابر نفوذ الجمهور الاسلامي داعش الشرع يرى 8 سنه يرى العراق شيها شنو نفرتي دروس كذا لبيني خلشي او خلشي العراق للجمهور الاسلامي او نابل بيرتتو تمام بلان كامان حساباتك مول كغلط بو وان دي انكر اساسا مو دليليك هوايه بامريكا بس جاء او هوايه وقتك دخا وقتك دخلت الراس وخويا او بجی خوی او خودی بینی بلان وقتی دخالتی جناکا تحت عنوانی اوی که روژه لروژان لبرابر امری واقع دا قرار دگنه و قبولی دکا و سرنزام دوستی اما یا و پشتی کرد برنادا و او نوع تعبیراتا اما بو بخوی او که اوان توشی حالا بین و محافلی کی محدود ل لا كونغري امريكا لبعض المشاورانی سیاسی لأوروپا لرو لبه كأو استراتيجية عند عرشتبو أوانيش هروكو حكومة إيران وهروكو حزب كاني إيران يعني بكردستان لو لاحظوا أرزيابيشي نادرستي عن بو بو دخل احتمال دخلت أمريكا من فقط يكلو كتش إضافة كم با لو زورت القصة كمان لو بابتو درج نبتو أميش نقشي دولة إسرائيل فبرواي من او هوايه كبسترابو بويكا روجي لروجان دولت اسرائيل ده تهاناي خلچ كردستاني كردستان او شتيواني لدكا امش لك دانويشي سياسي هلم از گلوانك لروي اخلاقي و اويكا جفهي خلچ كل جفهي خلچ محروم استمديك راي فلسطين جياكي و شيشنا روايه بلا مو بزي خوي وانت على روسيا سياسي شو لك دانويشي غلط دولة اسرائيل لو ما وقعت سنصال دا كان سوريا شرب الفابوة لا أكامكاني أو شرب أهرمان بوا بو فرفيداني أوايا يهودي نشينا كان بو فرفيداني دا صلاة خوي بو تكمل كريم ديواري حائل بو دا فلسطيني غزا بو حمو بو فشار هنان بو خرج فلسطين لو استفادي كردوا لو فرصتي كد توجه الدنيا روي لف سوريا بو وإسرائيل كنت تفرعي زوا لو نهاية استفادي كردوا استاك بنظر دقا وردا وردا سوريا وأزمة سوريا برو توابون دا تي احتياجي بو بكو أزمة بغازر تو بغلاتي چي دي كي بسلع عربي وچشکان چه تو امی و داره چی دیگه دنیا رشلاتی ناوراز خلچی منطقه همو یا متمرکز بنا سر او موضوعه و او بتوانی داره سن ساله چی دیگهش تا آخر میخکانی زودتر داده کتیه بسر دسالاتی خوی لبسر خلچی فلسطین دا اوانا تواوکا بویا رامن هوا لسر اسرائیلیش هوای هو لسر اساسی لکدانوی نادرستی سیاسی بنا کرام کاکسی و من زور سپاس دکم لیره دا کتایی با بشی یکمی ام برنامه من دینین و بشی دو همی دادنین با برنامه دهاتو من عرضوی ساغ و سلامتی و سرکوتنت با دخوازمو بینرانی خوشویز لیرش دهاتین کتایی برنامه دیالوگی ام حوتو من تا به گیشنوی کتر شو روز خوش با همو لیکتن